ما حكم استعمال شنط وحقائب من جلد الخنزير؟ إذا اشترى التاجر شنط من جلد الخنزير كمية كبيرة وكان لا يدري ماذا يفعل بها، إن يعني إن أحرقها ضاع ماله، وإن أبقاها وقع في الشبهة. فهناك من أهل العلم من يقول يبيعها لنصارى، يبيعها لنصارى ويكون حلا حينئذ، كذا قال بعض العلماء. وقلة قالت إذا كانت دبغت فالأمر فيها أصبح أيسر فيسدد ويقارب، والله أعلم، ينظر إلى ميزانيته قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.